جلالي أرناج كاتب عام جمعية الإخوة أزعيطر. اليوم جمعية الإخوة أزعيطر كذلك تحل بأعالي جبال الحوز. طبعا جمعية الإخوة أزعيطر الجمعية التي يترأسها البطل العالمي أبو بكر أزعيطر رفقة إخوته عمر وعثمان كذلك خالد والأب الروحي للجمعية سي حسن أزعيطر. اليوم هذه الجمعية هذه ارتأت أن تقوم بمساعدة وبإيحاء من جمعية أخرى هي جمعية الشباب البسمة الخيرية المقر ديالها بمراكش. هاد الناس هادو هاد الجمعية في شخصي رئيستها الفاضلة اعتادوا على أنهم كيجيوا لهاد المنطقة هذه ديال إقليم الحوز في الأعالي العاتية ديال الحوز، منطقة يعني جبلية صعبة جدا تتميز بمسالك وعرة، طبعا مقطع مهم يعني غير معبد. لاحظنا على ان كاين معاناه ديال الساكنه كيعانيوا فصل الشتاء، كنشوفوا الان امطار الخير، والان مؤسسه شباب البسمه الخيريه هذه الجمعيه هذه شفنا يعني توزيع قفف على هؤلاء يعني السكان بهذه المنطقه، كذلك تم توزيع مجموعه من الجوارب والمعاطف ومجموعه من يعني الملابس من أجل التدفئة يعني فصل الشتاء. طبعا اليوم جمعية الإخوة أزعيطر هذه انطلاقة لعملية التدفئة اللي غادي تكون إن شاء الله داخل مجموعة من مدن المملكة المغربية، المحطة القادمة تارودانت، كذلك ميدلت، كذلك بوعرفة، وكذلك إقليم الحسيمة ووجدة. اليوم الجميع يعني لا بد أن يقوم بفعل الخير، لأن هناك مجموعة من الفئات والطبقات التي تعاني من الهشاشة، وزاد في تكريسي وضعية الهشاشة والفقر الوباء العالمي كورونا وأوميكرون. كذلك يعني أدعو مجموعة من الجمعيات أخرى على أنهم يجيوا لهذه المناطق النائية، المناطق الجبلية التي تعاني، كذلك الناس الميسورين خصهم يعني يلتفتوا ويمدوا يد المساعدة للناس اللي خصهم مساعدة. اليوم المملكة المغربية طبعا من طنجة العالية إلى القويرة الغالية
فيها مجموعة من الجبال، فيها سحاري، فيها مجموعة من الأمور، لكن هناك مجموعة من الناس يعانون. لذلك الناس اللي مسك عليهم الله خصهم يعاونوا هاد الفقراء ويمدوا لهم يد المساعدة. كذلك هي دعوة على أن فعاليات وجمعيات المجتمع المدني يعني تهي كذلك تقوم بهذا العمل اللي دارته جمعية شباب البسمة الخيرية، ودارته جمعية الإخوة أزعيطر، على أن كل شيء يتضافر من أجل التكافل والتضامن العمل الخيري الإحساني. طبعا احنا كجمعية منحنا مجموعة من سيارات الإسعاف إلى مجموعة من الدواوير، سواء يعني في الجبال أو في مجموعة من المناطق كقلعة مكونة، كذلك كقرسيف. يعني احنا كنعرفوا على أن هذه المناطق وعرة وخص الجميع يتساعد ويتعامل مع هذه المناطق. السلام عليكم ورحمة الله، معكم سيهان فضلاء، رئيسة مؤسسة شباب بسمة الأعمال الخيرية. اليوم كما كتشوفوا تحت هذه الأجواء الماطرة والباردة، قمنا بتوزيع مساعدة إنسانية عبارة عن قفاف وملابس وأغطية بمساهمة ديال محسني الجمعية والأعضاء كذلك. وأيضا وزعنا لي مونطو، لي كاشكول، لي غون، مساهمة من جمعية الإخوة أبو زعيطر. كنشكرهم بهذ المناسبة وشكرا على الثقة ديالهم فينا، وكنتمناو مرة أخرى تكون قافلة ديال أبو زعيطر أزيد إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.